حاتم إدارة هذاك السيد، أنا قبل ما ننتقد الأغنية ديالو أنا تشاورت معاه، يعني هو ما قالش، قال لي بالعكس قلت راه غير خدمة من هنا، قال لي يعني أخويا هذه الملك هذاك السيد راه الله يعمرها هذاك راه مأدب بزاف صراحة، وحاتم إدارة ولد الناس وخلوق وبزاف كاع هذاك، يعني ما يمكنش لي نقول عليه شي حاجة اللي لا، غير على حسب أنا كما كنقول لك أنا ولد الشعب، شي وحدين في الشعب ما لا حاتم من هنا، أنا صافي ركبت على الموجة ودرت داك شوية يعني واحد المقيطة فهمتيني، البلاد مشات أخونا مغني بالخنونة راضي فهمتي، يعني هذه وما ماشي تقلق، وانا عطيت قال لي اخويا هذه الخضره راحت ديالك، وانا كنموت على السيد هذا هو الواقع.